السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الزحف نحو المونديال الثالث في تاريخه في بطولة آسيا بعد تحقيقه فوزا جديدا، جاء هذه المرة على حساب المنتخب الإماراتي الشقيق في ختام الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، وذلك ب 28 هدفا مقابل 26، وبذلك يتصدر الأحمر المجموعة برصيد 6 نقاط، إذ ستكون المباراة القادمة أمام إيران المفصلية لحسم التأهل للدور نصف النهائي. تأهل فريق الأهلي إلى الدور الربع النهائي لمسابقة كأس الملك المفدى لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على الحلبي 4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد البحرين الوطني. أهداف الأهلي جاءت عن طريق ثنائية للمحترف البرازيلي دييغو وهدف لمواطنه كلينتون، واختتم الأهداف للأهلي لاعب ضياء سلمان فيما سجل هدف الحالة الوحيد المحترف البرتغالي توريس، ليعلن الأهلي بأنه منافسا قويا في المسابقة. أحمد عدنان وعالية وخطيرة وهدف أول لكلايتون سريع خطير. ومن الجانب الآخر بلغ فريق النجمة دور الثمانية هو الآخر، وذلك بعد فوزه على البداية بهدفين مقابل هدف واحد. النجمة تقدم أولا عن طريق أحمد عبد الرسول في الدقيقة 59، وأدرك المحترف سامويل التعادل للبداية في الدقيقة 64، وبعد مرور 13 دقيقة على الشوط الإضافي الأول تمكن عبد الرحيم يوسف من تسجيل الهدف الثاني للنجمة ليقود فريقه إلى دور الثمانية من مسابقة أغلى الكؤوس.